سيدنا فيه ست بعد الوضع عايزه تعمل عمليه ربط، هي معاها حضرتك 4 عيال، فهل ممكن تعمله؟ لماذا تعمل الربط؟ ان هي سيدنا معاها 4 عيال وطبعا تربط على كده يعني. لا انصحها بهذا، تكره كراهيه شديده. طب يا سيدنا لو الطبيب مثلا، لو الزوج مثلا قال للطبيب مثلا اعمل، هل الطبيب عمل؟ نعم الطبيب، مش فاهم يعني، الأطباء المسلمون الثقات هل نصحوها بأن تعمل هذه العملية لأنها لا تتحمل الحمل، أو هو رأي رأته بالاكتزاء ب4 أبناء؟ إذا كان الأخير يا سيدنا هو زوجها عاوز كده يعني، لا لا مش كده زوجها، لا طاعة للزوج في مثل هذه الحال، افهم، لا طاعة للزوج في مثل هذه الحال. افترض سؤالا، لحظة يا حبيبي، رجل الآن أمر زوجته أن تربط، لا تجب طاعتها عليه، لا تجب طاعته عليها، ليس لأنه من الممكن أن يطلقها غدا فيحرمها الإنجاب، فلا تربط. المرأة إذا ذهبت للطبيب وهي رافضة، والزوج يقول للطبيب اربط، لا يربط. طيب يا سيدنا الدكتور علي الذنب، يا سيدنا طيب الزوج مصمم. نعم. الدكتور علي الذنب لو عمل العملية دي طيب؟ والله الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم.